بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مسألة 27 من مسائل الجاهلية، تصنيفهم الكتب ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وهذا ظاهر في اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيهما ما لم ينزله الله من الشرك واستحلال المحرمات والكذب على الرسل، الشيء الكثير مما هو موجود الآن في أسفارهم. التوراة حرفت وزيد فيها ونقص وحذف منها على أيدي الأحبار، وكذلك الإنجيل حرف وزيد فيه ونقص وأدخل فيه ما ليس منه على أيدي القسيسين والرهبان والمجامع النصرانية، مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وينزه كتابه وينزه رسوله عنه، فهما مشحونان بالأكاذيب والأباطيل والشرك، لا سيما الإنجيل الذي يرددونه الآن ويطبعونه ويوزعونه مملوء بالكذب على الله، وهو من إملاء القساوسة ومن إملاء اليهود. فإن أول من حرف الإنجيل هو بولس الذي كان يهوديا ثم ادعى الإيمان بالمسيح ودس في الإنجيل الشرك بالله عز وجل والوثنيات وعبادة الصليب واعتقاد أن موسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، وأنه له حق العبودية، كما يسمع من إذاعاتهم ومن كلامهم بألسنتهم، وهو كله من دس اليهودي بل ومن تبعه. ويسمون هؤلاء بالرسل، يسمونهم الرسل، الرسول بولس، الرسول فلان، فهذا من ما كتبوه بأيديهم ونسبوه له، قالوا هذا هو التوراة التي أنزلت على موسى، وما هي بالتوراة؟ وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب،
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. وكذلك عند النصارى ما هو أشد مما عند اليهود من الوثنيات التي شحنوا بها الإنجيل، فلم يبقى من الإنجيل إلا اسمه، والغالب أنه كله مغير محرف. شابههم من هذه الأمة طوائف الضلال المنحرفة، فكل يكتب لمذهبه ويزعم أن مذهبه هو الحق وأنه هو دين الله، ولا يتحاشون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع الأحاديث المكذوبة ويكذب على العلماء والأئمة، فكتب الفرق مشحونة من هذا النوع. على سبيل المثال كتب الصوفية كم فيها من الضلال والكفر والإلحاد، يقولون هذا هو الدين. كتب عقائد أهل الكلام التي يسمونها كتب التوحيد كم فيها من التحريف والتعطيل لأسماء الله وصفاته والمجادلة بالباطل. كتبهم مشحونة بالتعطيل ونفي الأسماء والصفات والقول بأن إثباتها على ما جاءت من عند الله أنه تجسيم وتشبيه وأنه قول على الله بما لا يليق به من مشابهة المخلوقين، فينفونها ويحرفونها ويؤولونها ويعتمدون في عقائدهم على العقليات. أما السمعيات عندهم فإنها لا تفيد اليقين، فلذلك ما وافق العقل منها قبلوه، وما خالف العقل إما ينفونه ويكذبون به، وإما أن إذا لم يستطيعوا تكذيبه سلطوا عليه التأويل والتحريف حتى يوافق أهواءهم، ويقولون هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. الصوفية يقولون ديننا هو دين الإسلام، الرافضة يقولون ديننا هو دين الإسلام، الجامية والمعتزلة والأشاعرة والسائر من أخذ بمذهبهم يقولون هذا هو دين الإسلام، كل يدعي أن ما هو عليه هو دين الإسلام، لا لدليل قام عليه من الكتاب والسنة، فهم لا ينتسبون إلى الكتاب والسنة، وإنما ينتسبون إلى أقوال أئمتهم ومشائخهم وقواعد المنطق وعلم الكلام الذي يزعمون أنه هو الذي يفيد اليقين. فكل هذه الكتب أو كثير منها بأيدي اليهود والنصارى وبأيدي المعطلة والمحرفة كلها تنسب إلى الله، يقولون هذا من عند الله، هذا هو دين الإسلام، وهذا كذب على الله وعلى رسله. دين الإسلام هو ما في الكتاب والسنة، هذا هو دين الإسلام، وما عداه فهو زيف وضلال. دين الإسلام هو ما في الكتاب والسنة، هذا هو دين الإسلام، فما وافقه فهو دين الإسلام، وما خالفه فإنه ضلال وإلحاد وكفر، وإن سموه دين الإسلام فليس هو دين الإسلام. الله أنزل الكتاب
والسنة لبيان دين الإسلام الصحيح الذي يرضاه لنفسه سبحانه وتعالى ورضيه لعباده، القائم على ما في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخذ من أقوال العلماء مهما كان شأنهم، ما يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يجب رد، ولو قال به من هو من أفضل الناس، أو قال به أبو بكر أو عمر أو الصحابة أو غيرهم عن اجتهاد ولم يوافق الصواب فإنه لا يجوز قبوله، فكيف بغيرهم؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يجوز لأحد أن يجزم بأن قول العالم هو الحق إلا إذا وافق الكتاب والسنة مهما كان هذا العالم. لو كان من أفضل علماء الإسلام وهم رحمهم الله يقولون هذا، يقولون إذا وافق قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه، وإذا خالف فردوه، كلهم قالوا هذا وأمروا أتباعهم بأن يعرضوا أقوالهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: إذا وافق قولي قول رسول الله وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ويقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها ويأخذ ما سواه، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها ويأخذ ما خالفه لقول أحد. والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما قيل له إن قوما يقولون بإخراج النقود، إخراج الدراهم عن صدقة الفطر، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من الطعام أو صاعا من التمر أو صاعا من الشعير أو صاعا من الزبيب أو صاعا من الأقط. أنكر رحمه الله على من أفتى بأخذ الدراهم وترك ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع من قوت البلد. وكان القائل بهذا عمر بن عبد العزيز الذي عده كثير من العلماء، عدوه من الخلفاء الراشدين، وأن عهده مكمل لعهد الخلفاء الراشدين. يقول: لا، ما يجوز لأحد يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل الحق ومنهج أهل السنة والجماعة. فلا عبرة بالكتب والمصنفات والمؤلفات والأقوال إلا إذا وزنت بمعيار الكتاب والسنة. أما ما خالف الكتاب والسنة فإنه لا عبرة به ولا يجوز الأخذ به، وليس هو من عند الله، وإنما هو اجتهاد رآه صاحبه، فإن كان قاصدا الحق لكنه أخطأ وعنده أهلية للاجتهاد هذا معذور ومأجور، وإن كان ليس أهلا للاجتهاد لا يجوز له أن يجتهد، أو كان أهلا للاجتهاد ولكن ليس قصده الحق وإنما قصده ما يؤيد
حواس، فهذا لا عبرة به. فلا بد من شرطين في المجتهد: أولا أن يكون عنده أهلية، وثانيا أن يكون عنده قصد للحق وإرادة للحق. هذا هو الذي ينظر في قوله ويكون له حظ من النظر، أما غيره فلا يلتفت إليه. نعم. السلام عليكم. أنهم لا يقولون من الحق إن الذي مع صاحبكم كقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل عليهم. نعم نعم. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما وافق ما معهم، ما وافق ما معهم، وأما ما يخالف ما معهم فلا يقبلونه وإن كان حقا. وهذا كان في اليهود ومن تشبه بهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. لاحظوا قوله بما أنزل الله، مجرد أن الله أنزله يوجب الأخذ بما أنزل الله. ما نقول لهم آمنوا بما مع الناس، بل نقول بما أنزل الله، أو نقول لهم آمنوا بما معنا وما معكم، ما نقول هذا، نقول آمنوا بما أنزل الله. هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نؤمن بما أنزل الله، وكفى أن الله أنزل. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فيحصرون الحق فيما معهم فقط. وهل الله جل وعلا ما أنزل من الحق إلا ما كان مع اليهود؟ كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو حق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالحق ليس محصورا في ما جاء به نبي واحد، بل كل الأنبياء جاءوا بالحق من عند الله عز وجل. فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، خاطبوا يا أهل الكتاب بذلك، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذه مقالة المسلمين التي أمرهم الله بها، قولوا آمن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. من الذي أنزله؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بكونه عندنا أو عندكم أو عند فلان أو علان، العبرة لأن الله هو الذي أنزله. هذا هو الواجب على المسلم المؤمن، أن يقبل ما أنزل الله على أي نبي، ويقبل الحق ممن جاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود الذي ذكر له أن الله يطوي السماوات بيمينه، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. ثم أنزل الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تصديقا لقول الحق. فالحق يقبل ممن جاء به ما دام انه حق، اما العصبيه وان يرفض الحق لانك ما لانك تبغض هذا الرجل او هذا القائل فيحملك بغضك له على ان ترد الحق الذي معه، ليس هذا هو دين الاسلام. دين الإسلام أن تقبل الحق ممن جاء به، وأن ترد الباطل على من جاء به، ولو كان من أهل مذهبك أو من أقاربك أو ممن تعظمه، لا تقبل الباطل.
لا تقبل الباطل لأن من ترضى عنه قال به، ولا ترد الحق لأن من تبغضه قال به، بل إنك تقبل الحق ممن جاء به. خلاف اليهود فإنهم لا يقبلون إلا ما أنزل عليهم، ومع هذا يتناقضون فلا يعملون حتى بما أنزل إليهم كما سيأتي. ما يعملون بما أنزل إليهم إذا خالف أهواءهم، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه يعني بغيره، وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين؟ هل أنزل عليكم إباحة قتل الأنبياء؟ هل كان فيما أنزل عليكم إباحة قتل الأنبياء؟ أين إيمانكم بما أنزل عليكم؟ فهذا رد عليهم، أنهم مع دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم هم كذبة، لا يؤمنون به إذا خالف أهواءهم، وإنما الصريح والحقيق أنهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، هذا هو حقيقة أمره. نعم. أن ذلك لا يعلمون بما أي اقرأ الصحيح، يعني ما تقبل إلا اللي في نصحك. أي نعم، هذا اللي حنا فيه الآن. نعم. أنهم ذلك لا يعلمون بما تقوله مصادقهم. نعم. كما نزه الله تعالى عليه، قلت فلما تقتلون الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم. 28 هذه تابعة لما قبلها. نعم. 29 تابعة لما قبلها، التي قبلها أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليه. 29 أنهم مع دعواهم هذه ليسوا صادقين، إنهم لا يعملون بما أنزل عليهم إذا خالف أهواءهم، ولهذا استباحوا قتل الأنبياء إذا خالفوهم. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا جاءهم نبي من أنبيائه، من أنبياء بني إسرائيل، إذا جاءهم نبي بما يخالف أهواءهم، إما أن يكذبوه ويكفروا به كما فعلوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقتلوه كما فعلوا مع زكريا ويحيى عليهم السلام، وكما هموا بقتل المسيح عليه الصلاة والسلام وتآمروا على قتله وأرادوا التنفيذ، ولكن الله رفعه إليه من بينهم ولم يمكنهم من قتله عليه الصلاة والسلام. فهذا موقفهم من الأنبياء، من أنبيائه الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل على أنبيائه. إذا جاءهم أنبياؤهم بما يخالف أهواءهم، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه صفة اليهود، أنهم يدعون اتباع أنبيائهم ويتناقضون، فإذا جاءهم أنبياؤهم بما يخالف أهواءهم فإنهم لا يوافقونهم على ذلك. أين الإيمان الذي ادعوه بقولهم نؤمن بما
أنزل علينا. هل أنزل عليهم قتل الأنبياء أم أنهم خالفوا ما أنزل عليهم؟ خالفوا، فهذا فيه رد باطلهم وتكذيب دعواهم. نعم، وهذه الصفة موجودة في من تشبه بهم من هذه الأمة، فإذا جاءهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق أهواءهم قالوا ما نعمل إلا بما يقوله إمامنا وقدوتنا، لأنه أدرى بالحق وأعرف بالحق، أو يقابلون ما خالف أهواءهم بالتكذيب والتحريف والتغيير كما عليه طوائف المبتدعة، وموقفهم من النصوص التي لا تتواءم مع مذاهبهم ومع نحلهم، فهذا تشبه باليهود في هذه الخصلة. وأنهم مع دعواهم الإيمان يتناقضون فلا يقبلون ما زعموا أنهم آمنوا به، بل يحرفونه إذا خالف أهواءهم وأغراضهم التي يريدونها. نعم. قالوا من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالإجماع وارتكبوا ما نهى الله عنه. نعم، أنهم لما تركوا وصية الله بالإجماع الاجتماع. نعم، وتركوا ما نهى الله عنه من الافتراء. أنهم لما تركوا وصية الله بالإجماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراء الذي قال في الحديث من الإمام أبي الحسن. نعم، الثلاثون من مسائل الجاهلية أنهم لما تركوا ما أمرهم الله من الاجتماع على الحق ابتلوا بالتفرق، ذلك لأن الاجتماع رحمة والتفرق عذاب، فلما تركوا سبب الرحمة ابتلوا بسبب العذاب وهو التفرق عقوبة لهم، بل إن الله سبحانه وتعالى طبعهم على الفرح بما عندهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا من تمام المصيبة. إذا كان الإنسان مقتنعا بالباطل وفرحا به فإنه لا يرجع إلى الحق، هذا من تمام المصيبة والعقوبة. أما الإنسان الذي يكون على الباطل وهو غير مطمئن إليه وإنما ارتكبه لهوى في نفسه أو شهوة، فحري أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب في يوم من الأيام، لأنه غير مقتنع بما هو عليه. لكن المصيبة إذا كان مقتنعا بالباطل فرحا به فهذا لا يقبل الحق أبدا، وهذا من تمام عقوبة الله لهم، أن أصحهم بالباطل واقتنعوا بالباطل. وهذه صفة أهل الجاهلية، كل حزب وتقطع أمرهم بينهم، كل حزب زبرا تقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهؤلاء لا مطمع في رجوعهم إلى الحق لأنهم مقتنعون بما هم عليه، قريرة به أعينهم فلا يبغون به بديلا، وهذا نتيجة لرفضهم الاجتماع على الحق، فهذا فيه التحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين
وأن الواجب على المسلمين أن يجتمعوا على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة لمن تمسك بهما، ومن تركهما فإنه يبتلى بالافتراق. ولذلك افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الواحدة ما السبب في أنها سلمت من النار وسلمت من الوعيد؟ بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. سبب أنها اعتصمت الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مدعاة للاجتماع، ومخالفة الكتاب والسنة مدعاة للافتراق. فمن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله، فمن ابتغى الهدى من مذهب أو نحلة أو منهج أو حزبية فإن الله يضله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد، وأما ما عداه فإنه سبل وطرق مختلفة لا نهاية لها، وهي تفضي إلى النار كلها. تفرق بكم عن سبيله، في الحديث كلها في النار إلا واحد، هي صراط الله سبحانه وتعالى الذي أضافه إلى نفسه، وأن هذا صراطي ووصفه بالاستقامة مستقيما وأمر باتباعه فاتبعوه، ونهى عن مخالفته ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فلا اجتماع للمسلمين إلا بطاعة أمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك والاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا هو سبيل الاجتماع. ومن فرط في هذا ابتلي بالافتراق، وهذا هو الواقع. الفرق الآن لا حصر لها، تفرعت وتنوعت وتشتتت وتعادت وتقاطعت، يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، وكل يدعي أنه على الحق وأن مخالفه على الباطل، ولا يجمعهم شيء، لأنهم لا يرجعون إلى شيء، كل مرجعه معه وهو ما يمليه عليه إمامه أو ما تمليه عليه نفسه، هذا مرجعه. أما أهل الحق فمرجعهم إلى الكتاب والسنة الذي هو من عند الله عز وجل، والذي ضمن الله لمن اعتصم به ضمن الله له الهداية والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فأهل الجاهلية لما تركوا ما أمرهم الله به من الاجتماع ابتلوا بالتفرق، والتفرق الذي لا نهاية له، وغايته النار والعياذ بالله. هذه موعظة عظيمة من الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. نعم. الحادية المسألة 31
وهي من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا ما أمروا به من اتباع الحق ابتلوا بقبول الباطل والكفر، وذلك كما في قصة اليهود لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة سارت سائرة اليهود الذين كانوا في المدينة وتضايقوا من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، مع أنهم من قبل كانوا يعيدون أنه إذا بعث فإنهم سيتبعونه ويقاتلون أعداء، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ضاقت ضائقتهم وذهب رجال من أشرافهم، كعب بن الأشرف وغيره، ذهبوا إلى أهل مكة إلى كفار قريش يسألونهم عن محمد وعما دعا إليه، وهم يعرفونه أكثر مما يعرفه أهل مكة بما عندهم من الكتاب، لكن هذا من باب التلبيس، كأنهم لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون ما معه من الحق، فذهبوا يسألون أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويستثيرونهم عليه، فسألوهم عنه فأخبروهم، أخبرهم كفار قريش بصدق وبكذب، خلطوا بين حق وباطل، قالوا إن حنا نكرم الضيف وحنا نطعم الحجيج ونعمل ونعمل وننحر الكوم، أما محمد فإنه رجل فقير ورجل يتيم وكذا وكذا. ثم قالوا لأحبار اليهود الذين جاءوهم أنتم أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب، هذا وضعنا وهذا وضع محمد، أينا على الحق؟ فقالوا والعياذ بالله أنتم على الحق، وما أنتم عليه خير مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين سبحانه الذي حملهم على جحود الباطل، على جحود الحق والعمل بالباطل، أنه الحسد. قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني أن الذي حملهم على ما قالوه هو أنهم حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أنه على الحق وأن خصومه على الباطل، لكن الحسد حملهم أن يقولوا أنتم أهدى من محمد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لهم تصرف في الملك حتى يعطوا من يشاء ويحرم من يشاء، بل الملك بيد الله يؤتي فضله من يشاء، وقد اختار محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم أعلم سبحانه وتعالى بأهلية محمد صلى الله عليه وسلم، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أو أنهم حملهم يعرفون هذا، يعرفون هذا، ولكن الذي حملهم على ما قالوه هو الحسد، الحسد صدهم عن قبول الحق، وهم يعلمون أنه
أن محمدا على الحق وأن كفار قريش على الباطل، يعلمون هذا مما عندهم من التوراة. فالحاصل أنهم لما رفضوا الحق الذي يعلمونه ابتلوا بالباطل الذي يعلمون أنه باطل، ففضلوا دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فضلوا دين قريش الذي هو عبادة الأصنام على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الرسل وإخلاص العبادة لله عز وجل. فلما رفضوا الحق ابتلوا بقبول الباطل وهو الشرك، رفضوا التوحيد فابتلوا بقبول الشرك، وآمنوا بالجبت والطاغوت. وكذلك مع نبيهم وكتابهم، لما رفضوا التوراة التي هي كتاب الله بأيديهم ابتلوا بكتب السحر الذي هو من عمل فرعون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، عن التوراة رفضوها لأنها تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون أن تكون الرسالة في العرب، إنما يريدون أن تكون في بني إسرائيل، يحتجزون الخير لأنفسهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو السحر، يعني ابتلوا بكتب السحر بدل التوراة. فهذا من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في من كذب بالحق، أنه يبتلى بقبول الباطل. فاليهود فضلوا دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم يعلمون أنهم كذبة. ورفضوا التوراة نبذوها وراء ظهورهم واستبدلوها بكتب السحر الذي كانت تعمله الشياطين، والذي كان من عمل فرعون الذي هو عدوه، فرعون عدو بني إسرائيل، هو الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويستعبدهم ويستجلهم في أخس المهن، فهو عدوهم اللدود. ومع هذا أخذوا كتب السحر الذي هو من عمل فرعون وقومه. فهذا من عجائب صنع الله بأعدائه سبحانه وتعالى، أن من رفض الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك الكتاب والسنة ابتلي بكتب الضلال. وهذا هو واقع الضالين الآن، ما يشتغلون الآن إلا بكتب الضلال، ولا ينشرون إلا كتب الضلال، ولا يختارون ويحققون للطباعة ويخرجون إخراج فاخر إلا كتب الضلال وكتب الشرك. أما كتب التوحيد فيعادونها، حتى قال بعض المعاصرين محذرا من كل كتاب يسمى بالسنة. فيه الآن معاصر يعلق على الكتب الضالة، ومن جملة تعليقاته أنه يحذر من كل كتاب يسمى بكتاب السنة، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للآجري. يقول كل كتاب اسمه كتاب السنة احذروا، هذا في تعليقه موجود والرجل موجود. فهذا سنة الله عز وجل، لأن من رفض كتب الحق ابتلي بكتب الباطل، يخرجها ويحققها ويطبعها ويوزعها، وهي والعياذ بالله ضلال وكفر، فهو ينشر الكفر والشرك بدل أن ينشر التوحيد. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يضر الحق أبدا، إنما يضر نفسه، هذا لا يضر الحق، الحق واضح ولله الحمد،
وإنما يضر هذا المسكين نفسه، مثل اليهود ضروا أنفسهم، وما ضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضروا ما معه من القرآن والهدى والنور. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. هذه تشبه المسألة السابقة، وهي أنهم لا يؤمنون إلا بما معهم من الحق، ويرفضون ما مع غيرهم ولو كان حقا، فهم يعادون الحق من أجل معاداة من يحمله، من أجل معاداة من يأتي به، وهذا من الحماقة، هذا من الحماقة. الحق ما ذنبه؟ إذا كنت تبغض الذي جاء به فما ذنب الحق أنك ترفض الحق نفسه؟ وهذا صفة اليهود ومن تشبه به. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. على اليهود عندهم شيء من الحق، فلماذا النصارى يرفضونه؟ والنصارى عندهم شيء من الحق، فلماذا اليهود يرفضونه؟ إلا لأنه مع اليهود أو مع النصارى، مع أعدائهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك من تشبه بهم من طوائف الضلال، كل طائفة تكفر بما مع خصمها من الحق، وترفض الحق بسبب بغضها لحامله ومن جاء به، وهذا منتهى الحماقة. إذا كان مرادك الحق فاقبل الحق، وما عليك من جاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود وهم ألد أعدائه، قبله منهم. وفي ذلك مسائل معروفة، موقفه مع أناس جاءوا من اليهود بمسائل حق فقبلها صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى من جاء به. فالمؤمن ضالته الحق، أين وجده أخذه، سواء مع صديقه أو مع عدوه، ولا تحمله عداوة الشخص على أن يرفض ما معه من الحق. الآن فيه أناس لا يقبلون الكتب التي عليها اسم ابن تيمية أو عليها اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجرد ما ينظرون للاسم يرفضون الكتاب. اقرأ الكتاب أول شيء، اقرأ الكتاب، ما عليك من الاسم اللي عليه، اقرأ الكتاب، فإن وجدت فيه حقا فاقبله، ولو عليه اسم ابن تيمية أو عليه اسم ابن عبد الوهاب أو ابن القيم، إذا كان رائدك الحق. أما إذا كان رائدك الهوى فأنت وما اخترت لنفسك. الآن ما ينظرون في أي كتاب عليه اسم ابن تيمية أو اسم ابن عبد الوهاب أو اسم ابن القيم أو حتى اسم الإمام أحمد أو غيره من أهل الحق، يقولون مجسمة ومشبهة وخوارج إلى آخره. حتى آل الأمر ببعض الجهال من أهل الحق أنهم يغيرون الأسماء التي على الكتب، وهذا لا يجوز. يسمون يضعون على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن سليمان التميمي، إيش هذا اللعب؟ هذا ما يجوز، هذا التغيير. لو جاز هذا التغيير لحرفت الكتب كلها ودخلها التغيير، وما يجوز أبدا. يبقى الكتاب على ما هو عليه، واسم مؤلفه يبقى عليه صريحا. وإن كان الذي عملها لما قصده إلا الحق، لكن أخطأ الحق في هذا. أقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ما علينا انهم يبغضون ابن تيميه او ابن عبد الوهاب او ابن القيم او ابن كثير يبغضونهم، ما نروح نغير اسماءهم فيه على كتبهم. وهذا ما هم غير من اهوائهم شيء، حتى لو غيرنا الاسماء هم رايحين يقبلون، لانهم ما يريدون الحق، ما قصدهم الاسماء هذه، قصدهم انهم ما يقبلون الحق الذي يخالف أهواءهم وأهواء علمائهم. فالواجب أننا نكون على بينة من هذا الأمر، ونعرف أن هؤلاء ليس هدفهم الأشخاص، وإنما هدفهم أنهم لا يريدون الحق، وهم ما أبغضوا الأشخاص لأشخاصهم، ما أبغضوه لأنه ابن عبد الوهاب أو النبي تيمية، ما أبغضوه لاسمه أو لشخصه أو لقبيلته، إنما أبغضوا الحق الذي جاء به، فأبغضوا الشخص من أجل ذلك. وهؤلاء لا حيلة فيهم، لو غيرت الأسماء ما فيهم حيلة. وهذه كما ذكر الله صفة اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ما مع النصارى شيء أبد من الحق، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ما مع اليهود شيء من الحق أبدا. هذا تجازف والعياذ بالله، سببه الهوى. نعم. نعم الثالثة. نعم ثالثة. نعم. إنكاره مع قبل أنه من دينه ومع بعض في حج البيت، فقال تعالى ومن ينهض عن ملة إبراهيم إلا أن يشرك بربه. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما هو من دينهم، إنكارهم ما هو من دينهم، إذا يعني لها علاقة بما قبلها، إذا جاء به من يعادونه وإن كان من دينهم يرفضون، إذا جاءهم بشيء من دينهم وهم يبغضونه رفضوا ما جاء به وإن كان من دينهم. وذلك مثلا الحج إلى بيت الله الحرام، اليهود والنصارى لا يعترفون بالبيت الحرام، لا يعترفون بالكعبة ولا يعترفون بالحج، يعني هم ينكرون الكعبة وينكرون أنها بيت الله عز وجل وينكرون الحج إليها. بسبب ماذا؟ بسبب أن البيت الحرام والكعبة في بلاد العرب، وهي من دين إسماعيل ابن إبراهيم ومن دين محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الحج إلى البيت هو من دين إبراهيم الذي ينتسبون إليه إلى اتباع، الحج من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم هو الذي بنى البيت العتيق بأمر الله وأذن بالناس في الحج، فإذا كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم فلماذا يرفضون الحج وهو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فهم رفضوا بعض دينهم من أجل عداوة من يعادون من العرب وأنبيائهم، حملهم والعياذ بالله التعصب على أن أنكروا شيئا هو من دينهم. إذا كانوا صادقين أنهم من على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قالوا نحن مسلمون، لما قال الله سبحانه وتعالى إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالوا نحن مسلمون، نحن على دين إبراهيم، فتحداهم الله جل وعلا بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
فإذا كنتم مسلمون فآمنوا بهذا أن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس، آمنوا بهذا إن كنتم صادقين. وإذا كنتم تزعمون أنكم على دين إبراهيم فحجوا هذا البيت، لأن إبراهيم هو الذي أذن بالناس في الحج، وهو الذي بيّن المناسك بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي طاف بالبيت وصلى إليه ووقف بعرفة والمزدلفة وبمنى ورجم الجمرات، هذا كله من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا تحدي لليهود، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن جحد الحج فهو كافر وإن كان يزعم أنه مسلم وأنه على دين إبراهيم، لأنه ترك شيئا من دين إبراهيم وهو الحج. وفي الآية التي في البقرة ومن يرغب، لما ذكر الله جل وعلا بناء البيت على يد إبراهيم وإسماعيل وما دعا به إبراهيم وإسماعيل حين بناء البيت، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالبيت العتيق هو من ملة إبراهيم وحجه من ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. فالذي يجحد وجوب الحج هذا قد رغب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الحج من ملة إبراهيم. الحاصل أن من مسائل الجاهلية أنهم يرفضون ولا يقبلون بعض الحق إذا خالف أهواءهم، أو كان من قام به ممن يبغضونه، حملهم البغض والحسد للعرب ولمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جحدوا شيئا من دينهم الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة والثلاثون. نعم. الثالثة اقرأها عيدها حتى تتضح. نعم، وهذا في غير اليهود والنصارى، فقد يحمل المكابرة، تحمل المكابرة والعناد بالإنسان إلى أن يجحد شيئا وهو يعلم أنه الحق، من باب المكابرة والحسد والعناد لمن قام به. الآن الوثنيون والقبوريون رفضوا قبول دعوة التوحيد، رفضوا قبول دعوة التوحيد ورفضوا كتب التوحيد، لأنهم يبغضون من قام بالتوحيد ودعا إلى التوحيد، مع أن التوحيد هو أصل الدين، هو أصل الدين، ولا دين إلا على التوحيد. نعم. أن كل فرقة تدعي أنها من مسائل الجاهلية عند اليهود والنصارى قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فاليهود يدعون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يدعون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وأن ما عداهم فهو في النار، ما عدا النصارى عند النصارى بالنار، وما عدا اليهود عند اليهود فهو في النار. هذا من دين الجاهلين. وكذلك فرق هذه الأمة الضالة، كل فرقة تدعي أنها هي التي على الحق، وأن الفرق المخالفة لها أنها على الباطل وأنها في النار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم، ما هو الدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا
أو نصارى؟ الدليل ما هو؟ بدون دليل. ثم بين سبحانه من هم أهل الجنة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتصف بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو من أي ملة أو جنس كان، من اتصف بهاتين الصفتين الإخلاص والمتابعة فهو من أهل الجنة. ومن لم يتصف بهاتين الصفتين فهو من أهل النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قراءة كتب أهل الباطل فيها تفصيل. إذا كان الإنسان عنده أهلية علمية يميز بين الحق والباطل ويعرف الصحيح من غيره، وكان قصده إيضاح ما في هذه الكتب من الباطل والتحذير منها، هذا شيء طيب، يفحصها ويقرأها ثم يبين ما فيها من الضلال ومن الشر من أجل أن يحذره الناس، فهذا مقصد طيب وهذا عمل جليل، وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان جاهل ما عنده علم يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، هذا لا يجوز له يقرأ في هذه الكتب، لأنه إذا قرأها وهو غير مؤهل وغير مسلح بالعلم يخشى أنه يقتنع بما فيها ويعتنقها ويصير من أهلها. وكذلك إذا كان عنده أهلية ومعرفة في الحق ولكن ما هدفه بيان ما فيها من الضلال، مجرد الاطلاع هذا لا يكفي، ما ينبغي له يقرأ إلا إذا كان يبي يبين ما فيها، أما أنه يقرأها ويسكت هذا ما هو مقصد تام. وصحيح معرفة الحق من الباطل والهدى والضلال فيها شيء طيب، لكن ما يجوز له يسكت يتركها وهي تعيش بين الناس، وربما إذا رأوه يقرأها ولا يبين ما فيها قالوا هذه قراها فلان، هذه نشوفها يطالعها فلان، ولا لو فيها شيء كان يبينه، لكن ما قال فيها شيء يحتجون. فلا بد من هذين الأمرين: أولا يكون عندها أهلية وتمييز، وثانيا يبين ما فيها من الحق وما فيها من الباطل. أما أنه يدخل فيها وهو لا يعرف فهذا خطر عظيم، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الكتب: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول اقرأ هذه الكتب لكن أنا أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. هي كتب شر، لكن عادي إذا كان لابد انتشرت بين الناس صار لها رواج فلا يسعنا أن نسكت ونتركها، لا بد من قراءتها ورد ما فيها من الباب. نعم. لا، أنا قلت لكم ما يجوز تغيير اسم المؤلف، بل يبقى، وهذا يزيل يعني كثير من الناس ما يعرفون الشيخ، يسمعون الإشاعات ولا يعرفون حقيقة الشيخ ودعوته، وليس هذا خاصا بالشيخ أو بفرد معين، بل كل أهل الحق ما يعرفونهم ولكن يسمعون الشائعات عنهم فيصدقونها. فإذا أعطيته الكتاب وعليه اسم هذا العالم وقرأه وهو ممن يريد الإنصاف ويريد قبول الحق زال ما في قلبه على هذا العالم. أما إذا أزلته فيبقى معاديا لهذا العالم، لأنها كتاب يقول غيره ما هو بله، فتبقى كتب تبقى أسماء المؤلفين على كتبه. أولا هذا من الأمانة العلمية،
وثانيا هذا من إزالة الشائعات التي تروج ضدهم، لأن كتبهم تبطل هذه الشائعات. نعم. نعم، هذه الدعاية لتوحيد الأديان المناظرة بين أصحاب الأديان والتقارب بين الأديان الثلاثة، هذه دعوة ظهرت الآن صار لها نشاط، وهي دعوة باطلة يراد منها إماتة الإسلام وإذابته ومساواة الكفر مع الإسلام، مساواة اليهودية والنصرانية مع الإسلام، وأنها شيء واحد، فيذوب الإسلام مع الكفر والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، هذه الدعوة باطلة والمنادون بها مخطئون ومضللون، ومن كان منهم جاهلا فالجاهل لا عبرة به، فالفكرة ضالة والفكرة دعاية للكفر ولترويج الكفر ولمساواة الإسلام بغيره، وأنها كلها أديان صحيحة، كلها أديان صحيحة، وأن الإنسان مخير بين أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، لأن كلها أديان صحيحة بزعمه، فهذه فكرة شيطانية، فكرة ماكرة من أعداء الإسلام اغتر بها الجهال من المسلمين، فلا يجوز الترويج لها ولا يجوز تصديقها، بل يجب إنكارها. وقد صدر ولله الحمد من اللجنة الدائمة للإفتاء بيان في هذا الموضوع، التحذير من هذا وبيان بطلان، نعم، ونشر في بعض الصحف والمجلات، وأظنه لا يخفى. نعم. كل ما عدا أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الضالة، كل ما عدا أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الضالة، لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، فما عدا أهل السنة والجماعة فإنه من أهل الضلال، والضلال يتفاوت، منه شيء يصل إلى الكفر ومنه شيء دون ذلك، ضلال يتفاوت، ودخولهم النار يتفاوت أيضا، قد يكون دخولهم لكفرهم وقد يكون دخولهم لضلالهم. نعم. ما هو بالمسألة في الدعوة أكل يدعي أنه أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة يبين من هم أهل السنة والجماعة، فمن كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة، سواء كتب أو ما كتب، ومن كان مخالفا لما عليه الرسول وأصحابه الاعتقاد والعمل فإنه من أهل الضلال، ولو كتب أنه من أهل السنة ما ينفع كتابته، المجال على الحقائق لا على الدعاوى والكتابات. نعم. وليس من شرط أهل السنة والجماعة أن الواحد إذا أفتى ما يخطئ، يخطئ وهم أهل السنة والجماعة، الخطأ قد يصدر من الإنسان لكن عن اجتهاد ما هو عن قصد، لكن الخطأ لا يقبل من أحد، وصاحبه إذا كان قصده الحق ولم يصادفه يكون معذورا ومأجورا. نعم. الذين يحذرون من السنة كثيرون، ما لهم حصر الآن، كل معتزلي وكل شيعي وكل جهمي وكل قبوري وصوفي كلهم يحذرون من أهل السنة والجماعة. نعم. قضية الشيخ من ديران من جماعة
لا، هذه الجماعات لا تتبعوها ولا تمشوا معها. إن عندنا جماعة أهل السنة والجماعة التي كانت عليها هذه البلاد من دعوة الشيخ رحمه الله، وهم أهل السنة والجماعة. أما يجينا مذاهب أخرى، تبليغي، إخواني، ما أدري إيش، كل هذه لا قبول لها عندنا. نعم، ولا تخرج معهم ولا تمشي معهم. وإذا أردت أن تدعو إلى الله لا ترتبط معهم، المجال مفتوح، اذهب أنت وحدك وادعو إلى الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تنتسب إلى جماعة التبليغ ولا غيره، انتسب إلى أهل السنة والجماعة. نعم. لا يخرج معهم ولا يقبلون التوحيد، هذول أهل المذهب واتجاه، صاحب الاتجاه ما تصرفه عن اتجاه. لو كانوا أهل خطأ يريدون الحق لكن أخطأوا يمكن يقبلون، لكن إذا كانوا أصحاب مذهب ومنهج ما يمكن تصرفهم عن منهجهم. وأيضا هم بائعين على مذهب، بائعين أئمتهم وقادتهم على مذهب، إنهم ما يقبلون سواء، عندهم بيع مأخوذ عليهم المواثيق، ويخافون لو خالفوها أنهم يقتلون أو يصيبهم شيء، مهددون. نعم 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 روس ما فيه ترى وش حنات مثل نشوف إن شاء الله في الدرس القادم نشوف. نعم، خلاص. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.